بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن ونستكمل دروس بايثون اليوم مع الذكاء الاصطناعي ودرس الـ CNN الـ Convolutional Neural Networks الشبكات العصبية الالتفافية. الآن الأجندة راح نتعلم اليوم أو راح نشوف عدة شغلات في هذا الدرس. أول شغلة بنراجع الـ Supervised Deep Learning Algorithms إيش هم. نعطي مقدمة وانتروداكشن على الموضوع، نعطي ايش هي CNN layers، بنشوف كيف الامج باينري ريبريزنتيشن كيف يتم تمثيل الصور في الكمبيوتر، بنشوف ايش المرشحات الفلترز، بنشوف الكونفوليوشنال لاير، بنشوف الماكس بولينج لاير، الفلاتنينج لاير، الفول كونكشن لاير. هذول هم اللايرز تبعون ال CNN. بعدين بنشوف الكونفوليوشن ان 3D، بعدين بنشوف الكومن سيت ابس للنتورك هاي الشبكه كيف عده شغلات او الاشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار. نعطي سمري، نعطي تو بروجكتس، اول بروجكت عشان نشوف الكات دوج ريكوجنيشن، بعدين بنشوف التكست كلاسيفيكيشن. الان السوبرفايزد ديب ليرنينج في 3 مين الجوريثمز. اول واحد اللي هو ديب نيورال نتوركس اللي بيسموه الارتفيشال نيورال نتوركس اي ان ان او دي ان ان، هذا حطينا فيه درسين، درس التعلم العميق وفي درس ثاني اللي هو كيراس، فهذا الموضوع تغطى في هذا في هذين الدرسين اللي هو الاي ان ان او سم تايم ذي ريفير تو ات لدي ان ان. اليوم من راح نتناول موضوع الكونفوليوشنال نيورال نتوركس وهي احدى السوبرفايز ديب ليرنينج، التعلم تحت الاشراف في التعلم العميق، وان شاء الله في درس قادم نحكي على الريكرنت نيورال نتوركس. الان نعطي بس هيك مقدمه بسيطه على موضوع العقل او دماغ الانسان، هذا الجهاز المعقد جدا جدا والذي خلقه الله عز وجل بما يمتاز من هيكلية معينة ويعمل بطرق غريبة عجيبة، يعني الإنسان حتى إلى الآن اكتشف جزء منها وما زال في طور اكتشاف كيف يعمل الدماغ، دماغ الإنسان بالضبط كيف يعمل. فهذا الجهاز اللي هو من أهم أجهزة الجسم يجب ان نحكي فيه شويه صغيره، لانه سي ان ان او الكونفوليوشنال نيورال نتوركس تخاطب جزء من دماغ الانسان بيحاول انه يحاكي ما يدور في دماغ الانسان ولو بهاي ليفل بصوره يعني عامه وليس بصوره دقيقه جدا، لانه الاسرار الدماغ ما زالت غير مكتشفه الى الان، الاسرار الدقيقه جدا غير مكتشفه الى الان. الخلايا العصبية نحكي فيها شوية عشان هاي مقدمة للconvolutional networks. طبعا زي ما انتم بتشوفوا هاي خلية عصبية، هاي بسموها النيات العصبية، هاي عبارة عن input، هاي بسموها input layers، في بس فيها processing إجراءات معينة داخل النواة وينتقل الاوتبوت عبر المحور العصبي وينتقل إلى النهايات العصبية، هاي اللي هي الاوتبوت. فعندي input، فعندي processing، وعندي output إدخال وتنفيذ العمليات ومعالجة العملية المعالجة للبيانات ثم الإخراج. هاي خلية عصبية في دماغ الإنسان واحدة. الآن ترابط الخلايا العصبية مع بعض تشكل الاستراكشر أو الهيكلية الدماغ. الدماغ جسم الإنسان هلامي يشكل 2% من الجسم، يتكون الدماغ من 100 مليار خلية عصبية، 100 مليار خلية عصبية، تخيلوا يعني 100 مليار خلية عصبية في دماغ الإنسان تشتبك وتتشابك بطرق معينة وتنتقل البيانات بطريقة معينة. تشكل الخلايا العصبية فقط 10% من الدماغ، هاي الخلايا العصبية. عدد التفرعات التشجرات والمشابك حوالي 1000 تريليون، يعني إذا بتعدوا كل التشابكات العصبية اللي قاعدة بتصير في دماغ الإنسان حوالي 1000 تريليون تشابك وتفرع، فهذا عدد هائل جدا جدا. تكون الخلايا العصبية شبه مكتملة عند الولادة، يعني الخلايا العصبية تقريبا هي موجودة مكتملة عند الولادة، لكن
ما فيها اي معلومات، رو ماتيريال، يعني خاليه فاضيه من اي معلومات على الاطلاق. تكون الخلايا طبعا 78% من الدماغ هو ماء، و90% من الدماغ ماده صبغيه غرويه، وظيفتها تشكيل وسط حافظ ومغذي للخلايا العصبيه. هذا اللي بشوفوه معظم الاشياء اللي بالدماغ البيضاء، هاي عباره عن ماده صبغيه غرويه تشكل وعاء حافظ لهاي الخلايا العصبيه، تغذي هاي الخلايا العصبيه. لو مده الخلايا العصبيه لشكلت 1000 كيلومتر لو شبكناها مع بعض. داخل الخليه تعمل بالكهرباء والكيمياء، وهذا سر من اسرار عمل الدماغ. الدماغ والبروسيسنج او معالجه البيانات اللي بتصير بين خليه وخليه هي كهروكيماويه، فهي امور معقده جدا. والكيمياء والكهرباء هي سحر الدماغ، وهي التي تشكل هذا تركيبه الدماغ وعمل الدماغ من خليه لخليه عن طريق الناقلات الكيميائيه العصبيه من خليه لخليه. طيب اذا بصير اي خلل في الكيمياء تبعت الدماغ او الكهرباء تبعت الدماغ، بصير هناك امراض عند الانسان، زي مثلا الزهايمر، بصيروا يعطوه يعني ادويه لتعويض هاي الناقلات العصبيه. اذا اختل الكهرباء في داخل الخلايا العصبيه ممكن يصير في امراض عصبيه في الدماغ، مثل الصرع مثلا. فعمل الدماغ عمل دقيق جدا، والكهرباء الدماغ وكيمياء الدماغ عملية معقدة جدا جدا. طبعا هذا لما أنظر لهذا الموضوع لا يسعني إلا أن أتذكر قول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني هذا الدماغ وتركيبة هذا، سبحان الذي خلق هذا الدماغ وعمله بطريقة معينة وشكلوا بطريقة معينة وركبوا بطريقة معينة. ويقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. عند خروج الإنسان، يعني الإنسان لا يعلم أي شيء، تكون كل الخلايا العصبية هي موجودة، ويبدأ مرحلة هذا الإنسان في تعلم الأشياء عن طريق السوبرفايزد والان سوبرفايزد ليرنينج اللي حكينا فيه في درس من دروس الذكاء الاصطناعي. فهاي مقدمة بسيطة عن عمل الدماغ والعملية المعقدة التي تجري في الدماغ. طيب الآن عندما نرى صورة معينة مباشرة، هنا ماذا ترى؟ يعني العين تعكس ما تراه إلى الدماغ، ويبدأ الدماغ في تحليل هذه الصورة ليجد باترنز، أنماط معينة وأشكال معينة. أنت ترى في هذه الصورة سيارة من الوهلة الأولى، لكن العملية اللي خلتك تدرك أنها سيارة هي رحلة طويلة وعملية كبيرة، وما قام فيه الدماغ في اللحظة هاي اللي أنت شفت فيها أن هون في سيارة هي عملية إيجاد أنماط وإيجاد هياكل معينة داخل هاي الصورة. فترى أنه في عندنا مثلا إطارات، أضوية، شكل معين، فترى أنه هاي سيارة. فيا ترى لو قلت لك أنه هاي السيارة سيارة حقيقية أم سيارة لعبة، هون يبدأ الدماغ بالنظر بتمعن أكثر في هذه الصورة ليحاول أن يجد أشكال معينة وأنماط معينة، حتى يقدر أنه يميز أنه هاي الصورة صورة سيارة حقيقية رياضية أم هي صورة فقط لعبة سيارة. فمن هنا تبدأ رحلة الconvolutional neural network، أنه هي إيجاد أنماط معينة في صورة معينة. خلينا نشوف الآن هاي الصورة. صورة الآن أنت بتشوف صورة معينة، بجوز البعض منكم يراها أنها صورة أرنب، هاي العين، هاي الفم، وهي الأذان الأرنب، ومنكم من يراها صورة رأس بطة، هاي
الرأس وهي المنقار البطة. فكيف يستطيع الآن الدماغ أن يميز بين هاي الشغلتين؟ فالدماغ يبدأ في عملية دراسة دقيقة جدا وإيجاد نمط معين وأشكال معينة في هذه الصورة، حتى يقدر يقول إن هاي عبارة عن صورة لأرنب مثلا أو صورة لبطة. فيبدأ الدماغ بعمل معقد جدا في الدماغ نفسه، في الجزء اللي بيميز الصور، حتى يعني بيقدر إنه يستطيع إنه يميز بين هذه الصور. الآن يا ترى لو شفنا هاي كمان الصور، لو نظرنا إلى الصورة هاي، هل هذا الشخص ينظر إليك مباشرة أم إلى اليمين؟ لاحظ إذا أنت حاولت تنظر من الجهة هنا من الكورنر هاي كأنه ينظر إلى اليمين، وإذا نظرت بالجهة هاي بتحاول إنه ينظر إلى الأمام، ونفس الشيء هاي الصورة ينظر إلى إما اليسار أو ينظر إلى الأمام. فالدماغ بحاول يحلل هذه الصورة وبحاول إنه يوجد نمط معين حتى يقدر يركز ويقرر إنه هذا الشخص ينظر إلى الأمام أم ينظر إلى اليمين مثلا. فاللي بصير بالنيورال نتوركس وتحديدا بالكونفوليوشنال نيورال نتورك هو إيجاد أنماط وهياكل معينة وباترنز معينة، وإيجاد أو تحديدا الفيتشرز اللي هي الميزات. الميزات في ميزات معينة بده الدماغ يوجدها حتى يقرر أنه هذا الشخص ينظر إلى اليمين أم ينظر إلى الأمام. هاي بيسموها فيتشرز، إيجاد الميزات. والسي ان ان هي صممت حتى تحاكي ما يجري في دماغ الإنسان. الآن إذا ما هي سي ان ان؟ الشبكات العصبية الالتفافية اللي هي convolutional neural networks نوع خاص من الشبكات العصبية تستمد عملها من العمليات البيولوجية الموجودة في القسم البصري في دماغ الإنسان. والمكون الرئيسي للشبكات العصبية الالتفافية هي الطبقات الالتفافية اللي احنا راح نحكي عنها بالتفصيل، وهي مهمتها الرئيسية هي إيجاد الميزات features، الميزات اللي أنا بقدر إني أقرر إن هاي صورة لإشي معين أو لشيء آخر. الآن بشكل عام هاي تركيبة الشبكات السي إن إن، في عندي أنا صورة معينة ببدأ في استخراج هاي الميزات، بعدين بقلل أبعادها، بعدين باخذ الأبعاد بفردهم حتى أدخلهم على الشبكة العصبية، بعدين بعمل كونكشنز بين كل اللايرز هاي وبطلع الأوتبوتس راح ناخذ بالتفصيل الآن طبقة طبقة حتى نحكي عنها ونشوف نتعلم ليش احنا بدنا نسوي هاي الطبقات في سي ان ان. السي ان ان تتكون من هاي الأربع لايرز، الكونفوليوشنال اللي بسموه التفافي، هاي وظيفتها استخراج الميزات المهمة جدا وتطبيق المرشحات، راح نعطي عليها بعد شوي، راح ندخل نحكي بالتفصيل عن هاي اللاير. الماكس بولينج اللي هي تجميع الميزات، فبتجمع الميزات وبتقلل الأبعاد مع الحفاظ على الميزات المهمة اللي استخرجتها من الكونفوليوشن. الفلاتينينج هي جعل شغلة معينة مسطحة، أي انه تحويل المعلومات اللي اخذتها من الماكس بولينج الى مصفوفه ذات بعد واحد مسطحه بسموها، هاي هي الفلاتينينج. الفول كونكشن اللي هو اتصال كلي، وهو بناء جميع الطبقات في الشبكه العصبيه اللي هي الطبقات الخفيه. فهذه الاربع طبقات الموجوده في سي ان ان. لاحظ هون انه اختلف عن النوع الاول اللي درسناه اللي هو الارتفيشال نيورال نتورك او دي ان ان. الان قبل ما ندخل باللايرز ناخذهم لاير لاير، لازم نعرف انه الايمج باينري كيف احنا بنميز او كيف تخزن الايمج للكمبيوتر. الكمبيوتر بشكل عام نحكي اذا عندي ايمج بالطريقه هاي، لو اخذنا جزء بسيط وعملنا له زوم ان قربنا، بنلاقي انه الصوره مكونه من الوان معينه. لو اخذنا هاي الصوره مثلا ابيض واسود، فبتكون هي مكونه من ارقام، هاي الارقام بتمثل قديش هذا اللون من ابيض الى الاسود، ففي سكيل معين. فمثلا هاي زيرو اللي هي اسود،
ولاحظوا النهاية عبارة عن 255 الأبيض. ف255 يمثل الأبيض والصفر يمثل الأسود، وبينهما في سكيلز معينة في درجات للألوان. فهاي طريقة تخزين هاي الإيمج في الكمبيوتر. وحتى نسهل كمان الأمور أكثر، لو أخذنا مثلا صورة زي هيك، الصورة هاي تحول إلى 1 و 0، 1 يعني أسود أو أبيض، خلينا نعتبرها هون عشان أخذناها أبيض الواحد، والأسود اللي هو الزيرو، الأسود اللي هو الزيرو، فهاي تمثل عن طريق ال 1 0 1 0 إلى آخره. فهاي بس عبارة عن تبسيط لكيف إحنا ممكن نمثل صورة معينة، إذا كانت صورة مثلا شخص معين أو صورة حيوان معين، تمثل هاي عن طريق تخزينها في يا إما 0 أو طريق أو 1. طبعا هي أعقد من هيك شوي زي ما حكينا شوي، خاصة إذا كان colored بتكون 3 layers، بكون فيها أخضر وأزرق وأحمر، وكل واحد له ألوان معينة وأرقام معينة. الفلترز اللي هم بسموهم المرشحات، المرشحات تطبق على إيمج معين حتى أرشحه بطريقة معينة. بمعنى لو أخذت إيمج معين وطبقت عليه هاي الفلتر بطلع عندي هذا الشكل، وكأني أنا بوجد الحواف هون مثلا، هذا فلتر. طبعا في كثير فلترز، في إشي بدمج الألوان، في إشي بوجد أشياء معينة في الصورة، في إشي بيعمل لك شاربنينج بيحدد لك الصورة بشكل أكثر، في إشي بيعمل لك إيجاد الحواف، فهي مثلا صورة غزال وأجد لك إلى الحواف. فتطبيق هاي الماتريكس على اللي 0110 اللي قبل شوي أخذناه اللي هم الإيمج معين، بخليني أغير الصورة من صورة عادية إلى فقط صورة أبيض وأسود وفقط فيها حواف. فهذا مثال، طبعا في أمثلة ثانية وفي أنواع ثانية كثيرة من الفلترز. نأخذ أول لير من الـ CNN اللي هي الconvolutional layer، هاي اللي هي الطبقة الالتفافية. هاي الطبقة الالتفافية كل ما يجري فيها هاي عنا عمليات أسهل بشرحها. خلنا نتخيل أنه عنا أن image، هاي الإيمج عبارة عن 11100 وهكذا، بدي أطبق عليه فلتر معين، الفلتر اللي هو 101010101. فبدي أطبق الفلتر هاي على هذا الموضوع، فباخذ هذا الفلتر كله زي ما أخذنا هون أول إشي وبطبقه على هذا الجزء، فبضرب 1 ضرب 1 زائد 1 ضرب 0، هي 1 ضرب 0، بعدين 1 ضرب 1 كله بجمعهن، زائد بضرب نفس الشيء هون 0، هي 0 ضرب 0 اللي هي 0 ضرب 0، بعدين 1 ضرب 1، بعدين 1 ضرب 0، وبعدين 0 ضرب 1، بعدين 0 ضرب 0، وبعدين 1 ضرب 0، بجمعهم كلهم بطلع معي رقم، هذا رقم اللي هو 4. هاي هي الفيتشر تبعتي وهي الميزة اللي أنا بدي أخزنها. برد اخذ بحول هذا الفلتر بضربه بالسكشن الثاني وبصير اعمل التفاف على هاي الصوره، بطبق نفس الاشي هون طلع معي 3، بعدين بطبق هون على هاي اللاير على هاي الجزء من الماتريكس طلع معي 4، بعدين بنزل خطوه بطبقه بطلع معي 2، وهكذا وهكذا حتى تطلع معي هاي الماتريكس. هسه هاي الماتريكس، هاي المصفوفه، هاي الطبقه الالتفافيه اللي لفت على كل هاي الايمج اللي عندي اللي هي بسموها convolved feature، اللي هي طبقة التفافية أوجدتها عن طريق الالتفاف على هذا الايمج كله ووجدت أول طبقة. طيب إذا هذه الطبقة اللي هي الطبقة الأولى والطبقة الالتفافية، نتيجة الالتفاف بطلع عندي طبقة معينة convolved layer، والconvolved layer هاي أنا ممكن أطبق أكثر من مرشح، من ترشيح معين، من فلتر معين، ومقدر أني أوجد أكثر من طبقة موجودة عندي هون. ممكن يكون عندي 10 طبقات 20 طبقة، كل طبقة أطبق عليها فلتر معين بطلع عندي طبقات معينة. فهاي التفيت على كل المرشحات وأوجدت كل هاي الطبقات الآن. طيب خلينا بس نعطي مثال عشان أوضح الأمور وقليها. لو عندي مثلا صورة فأر هون وأخذت من ظهره هذا الكير، كيف هذا الكير يمثل في عندي؟ بيمثل زي ما أنتم شايفين عندي هون، أعطيت رقم معين هون
موجود عندي، وهي هذا عبارة عن اللاين اللي أنتم شفتوه هون نفس اللاين، والباقي كله هون زيروز، كله هون زيروز. فأنا بقول إنه هاي البكسل عبارة عن 30 وهي 30 30 30. طبعا هاي درجة اللون، خلينا نعتبرها ماشي. فهاي عبارة عن اللاين اللي انتم شفتوه هون. هسه بالسلايدز اللي بعده بدنا نشوف كيف ممكن نطبق عليه الفلترز وشو اللي ممكن يطلع عندي. يعني تخيلوا الان هي اخذت هذا الايمج، وهي هي اللي انا بدي اوجده من فلتر معين ثاني. فانا عندي الفلتر وعندي هون الريبرزنتيشن الايمج، فلو ضربت هذا الايمج الموجود عندي هون في هذا الفلتر الاساسي وضربت هذا في هذا، شو راح يطلع عندي؟ خلينا نضرب كل رقم ونجمع، نضرب ونجمع، نضرب ونجمع كل رقم كل سل بسل. فبتلاحظوا انه هون طلع عندي 50، هي ال 50 ضرب 30 زائد 30 ضرب 50 زائد 50 ضرب 30 زائد 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 زائد، طلع معي عدد كبير اللي هو 6600. فلما ضربت الفلتر في الايمج هذا طلع معي عدد كبير. العدد الكبير هذا بقول لي انه في تقارب بين هذا الايمج اللي انا اعطتني اياه وبين الفلتر اللي اشتغلت عليه. فذس مينز هذا الهيوج نمبر شو معناته؟ معناته انه الايمج اللي اعطتني اياه هو قريب من الايمج اللي انا ضربت فيه او عملت له او عملت الفلتر اللي انا عملته، هو قريب جدا من الايمج اللي انا اشتغلت عليه. طب يا ترى لو اخذت انا مثلا الايمج ثاني هون، شو لاحظوا كيف هاي المنطقه وحطيته هون بالطريقه هاي، لاحظوا هون هيو هاي الاذن الفأر وهي الجسم تبعه بالطريقه هاي، طبقته على نفس الفلتر، شو راح يطلع معي؟ لو اضرب هاي في هاي بيطلع معك زيرو. فذس مينز انه هذا الايمج بعيد جدا عن هذا الايمج. فهيك قدرت ان اميز، هيك الطريقه اللي بيشتغل فيها الكونفليوشن نتورك، انه بقدر يميز عن طريق انه يضرب الماتريكس بعضها عن طريق تطبيق فلتر معين حتى يوجد باترنز معينه، انماط معينه او هياكل معينه. فلاحظوا انه هذا طلع طبق الاصل لهذا، لكن هذا لم يطلع طبق الاصل لهذا، طلع زيرو. فهنا طلع لي عدد كبير وهون عندي عدد قليل. طيب الان الكونفليوشن لاير اللي حكينا عنها هي وش طريقه عملها، في له اكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن اللي هو داله التفعيل، وهي داله لا خطيه ولها عده انواع، زي مثلا ريلو زي السيجموند، هذول الثنتين. الان اكثر الدول استخداما في الكونفليوشن لاير اللي هي ريليو اللي هي ريكتيفايد لينير يونت. ليش بيستعملوا هاي كثير؟ لها اهميه كبيره جدا، هي عدم تفعيل كل العصبونات او كل يعني النيورالز الموجوده في نفس الوقت، ما بتفعل كل شيء في نفس الوقت، مما يساهم في تقليل كميه الحسابات المنجزه. اذا بتلاحظوا هون كيف طريقه عملها، شوفوا كيف، اذا كانت صفر او اقل بتكون زيرو خلاص، اذا كانت سالب او زيرو او اقل بتكون زيرو، والا في قيم موجبه بتصير. فهاي لها ميز جدا في الحسابات، انها بتقلل عمليه الحسابات وبتعطي نتائج كثير كويسه. بس لاحظوا انه سيجموند احنا بنستعمله في طبقه الاخراج، لان بدي اياه بس يا زيرو يا 1 فقط، زيرو او 1. اما هون في ارقام بتصير، في حسابات، في كثير شغل بتصير هون. فريلو بتسهل لي اني كيف اعمل حسابات في الكونفليوشنال لاير. طيب خلصنا احنا الكونفليوشن لاير، الان نحكي على الماكس بولينج لاير. ما هي الماكس بولينج لاير؟ ما الماكس بولينج اللي هو تجميع وتقليل الابعاد. النتائج اللي اخذناها في سلايد لاير الكونفليوشن لاير، افرض انها كانت بالطريقه هاي، هاي هي الارقام، بعد انا ما عملت تطبيق للفلتر طلعت معي هاي اللاير بعد تطبيق المرشح. الماكس بولينج شو بيسوي؟ بروح بطبق على جزء معين، باخذ اكبر رقم موجود هون. ايش اكبر رقم موجود هون؟ 6. فباخذ بقلل الابعاد بحط بس هون 6، وهاي الماتريكس باخذ منها اكبر شيء اللي هي 8 بحط هون 8. 3 زي ما انتم شايفين هون اخذها وحطها هون، ومن هاي الازرق اخذ من الاربعه وحطها هون. شو استفدت انا من الماكس بولينج لاير؟ الماكس بقلل الابعاد وباخذ اهم الميزات الموجوده. فبشكل عام لما يكون الايمج عندي معمول له شويه روتيشن، هو باخذ
اكبر ميزه من هالروتيشن اللي صار وبحطه عندك هون. فاذا كان عندك ايمج طبيعي وايمج روتيتد بيقدر انه يقول لك انه حتى هذا الايمج هو نفسه هذا الايمج بس معمول له روتيشن. هذا هو جوهر الماكس بولينج لاير. فالماكس بولينج بقلل الدايمنشناليتي، بقلل الابعاد. لاحظوا هناك عندي 1 2 3 4 في 4، صار عندي هون 2 في 2. طبعا قللها عشان في بعد شوي عمل ثاني راح اقوم فيه في اكثر في اللايرز القادمه عشان نسوي اشياء معينه. فالماكس بولينج زي ما شفتوا بعمل تقليل للابعاد و باخذ اهم الفيتشرز اللي هي ماكسيمم. طبعا فيها يسموها ماكس بس انت ممكن تقدم بدل ما تاخذ الماكسيمم ممكن تاخذ الافريج، وفي ناس باخذوا المين. لكل واحد من هذول لهم اجزاء معينه او لهم ميزات معينه، بس معظم الكونفوليوشن لايرز بتعمل الماكس بولينج لاير وباخذ اكبر رقم موجود في اللايرز. فهسه صار عندي انا بعد ما طبقت هاي اللايرز صار عندي هاي الماتريكس صغيره. طبعا بسوي الموضوع كله على كل اللايرز اللي اتطبقت على اكثر من مرشح، بطلع عندي هنا قائمه كبيره من كمان من اللايرز بالماكس بولينج. نيجي على الفلاتنينج. الفلاتنينج شو بتعمل لي؟ بتاخذ هاي الطبقات كلهم اللي انا سويتهم بالماكس بولينج وبتحولهم لفلات مسطح 1 دايمنشن اري. فبتاخذ من هون هاي كلها زائد هذول، بتاخذهم مع هاي مع هاي مع هاي، بتحطهم هون زائد اللاير الثاني الثالث الرابع الخامسه والى اخره. فبتاخذ كل اللايرز اللي انا وجدتهم بالماكس بولينج وبتحولهم ل 1 دايمنشنال اري. ليش انا حولتهم ل 1 دايمنشنال اري؟ عشان اقدر اتعامل معهم وادخلهم ادخال عندي على الشبكه العصبيه. اذا عملتهم 1 فلات هسه اعملهم هون بشكل عمودي، بقدر ادخلهم بعد شوي على النيورال نتورك. الان عملت كل هاللايرز، الان ظل عندي الفولي كونكتد. الفولي كونكتد يعني انا بشبك كل الخلايا العصبيه اول توجذر، بعملهم كلهم كونكشنز، فصارت هي عندي فولي كونكتد. فالفلاتند اللي انا طلعته بطبقه على هاي وهاي وهاي، بدخل الارقام كلهم مره واحده 1 تو 1 زي ما انتم شايفين هنا بالفلاتنج. الفلاتن لاير بدخلها مره واحده على الشبكه الفولي كونكتد حتى يطلع عندي النتائج. طبعا هاي بتكون اللايرز الفولي كونكتد بتكون هي دينس لايرز زي ما راح نشوف بالاكزامبلز اللي بعد شوي، راح نعطي عليها امثله ونشوف انه كيف ممكن احنا نطبق هاي اللايرز كلها. في ملاحظه على الكونفوليوشن ان 3 دي، اذا كان عندي صوره ملونه بطبق الكونفوليوشن ان 3 دي، راح يكون في عندي 2 دي وراح يكون عندي 3 دي. 2 دي للصور البلاك اند وايت، و 3 دي ل لما يكون عندي صور ملونة بالطريقة هاي. الكومن سيت اب معظم السي ان ان ممكن انهم يعملوا كونفوليوشنال لاير وبولينج لاير ويردوا يعملوا كمان مرة كونفوليوشنال لاير وبولينج لاير كونفوليوشنال لاير وبولينج لاير. هنا اذا عملت الموضوع هذا بصير عندي دقة اكبر في الموضوع، بصير عندي دقة اكبر في الموضوع و I can extract more features وبقدر اني اعطي good results. فيعني كل problem لها حاله معينه، في ناس بعمل convolution pooling مرتين، في ناس بعمل 3 times، في ناس بعمل مره واحده حسب شو الاكيوريسي اللي طلع معاه لما عمل الموضوع هذا، بعدين بعمل floating point، بعدين بعمل dense. ف تكرار عمليه convolution والpooling موجوده في CNN، you can apply it. الان ان سمري، اذا انا بدخل ايمج، هاي الايمج زي ما انتم شايفين بعمل عده طبقات convolution، هاي convolution اللي صارت انا عندي، بعدين بعمل max pooling، ممكن اعمل again convolution max pooling convolution max pooling وهكذا، بعدين بعمل fully connected بصير عندي flattening layer one layer كامل بالطريقه هاي بعملها، بعدين بدخلها على الـ على الـ على الـ على الدنس layers وبطلع النتيجه اللي بدي اياها. فهاي اللي بيصير عندك بالضبط في سي ان ان. لان ناخذ اول مشروع وهو مشروع اني اقدر اميز بين الكات وبين الدوك، بين القط وبين الكلب عن طريق الصور. فانا بدي اول شيء ادرب النيورال نتورك الموجوده عندي اللي هي سي ان ان، بدخل له صور قطط، بدخل له مثلا 1000 صوره قطه، بدخل له هنا 1000 صورة كلب،
وبخليه يتدرب عليهم، والكود اللي راح نشوفه بعد شوي هو موجود في هذا اللينك، وراح اخلي لكم اياه في الديسكربشن. هذا هو البروجكت كود اللي راح نميز بين الكات والدوغ. خلينا نشرحه. اول شيء عملت امبورت لجميع اللايبرز اللي المهمه عندي في كيراس زي ما انتم شايفين: سيكوينشال، كونفوليوشنال 2D، ماكس بولينج 2D، فلاتن والدنس. اخترت انا كلاسيفاير يساوي سيكوينشال. بعدين اي ادد اول طبقه اللي هي الكونفوليوشنال لاير اللي هو كونفوليوت كونف 2D، واخذ هذه البارامترز. اول بارامترز اللي هو نمبر اوف فلترز اللي هو 32، بعدين الفلتر شيب، كل فلتر شيب 3x3، بعدين اخذ الانبوت اندرسكور شيب اللي هي 64x64 ريزوليوشن، و3 ستاندز فور الار جي بي اللي هي كلرد ايمج، الكلر ايمج. بعدين عملت الاكتيفيشن اللي هو ريليو. فهي كل البارامترز الموجودين عندي بالكونفوليوشنال 2 دي. هي اول كونفوليوشنال. بعد الاول كونفوليوشنال بتعمل بولينج، فقلت له اد على كلاسيفاير ماكس بولينج 2 دي، البول سايز يساوي 2x2 اللي هو 2x2 ماتريكس. فعملت اول كونفوليوشن، اي ادد اول كونفوليوشن اللاير، بعدين الماكس بولينج. كمان مره عملت انذر كونفوليوشن اللاير واضفت لها الماكس بولينج، بس هنا ما اضفت لها الانبوت شيب لانه خلص عرفته انا. فصار عندي convolution max pooling، convolution max pooling. الآن بضيف الفلتن بالطريقة هاي، بعدين بضيف عندي الفولي كونكتد. الفولي كونكتد بضيفه عن طريق الدنس. فأول شيء ببني اللايرز كلهم اللي هم 128 لاير عن طريق add dennis، 128 nodes والactivation ريليو. بعدين اليونتس اللي يساوي واحد اللي هو الاوتبوت لاير، الاوتبوت اللي هي بس 1 لاير او 1 نود، والاكتيفيشن تبعها اللي هي سيجموند عشان يطلع عندي يا اما دوك او كات. الان بعمل كومبايليشن، بضيف عليهم الاوبتمايزر واللوس والماتريكس، والماتريكس الموجود عندي ضفتهم عندهم كومبايليشن. بعدين الان قبل ما اني اعمل تريننج واعمل فيت للموديل هذا، بدي اعمل تحضير الايمج، الايمجز اللي عندي. الان في عندي كثير اوبجكت مهم جدا اسمه ايمج داتا جنريتر. هذا بيعمل لي زي داتا بريبريشن للايمجز. فهون قلت له ترين داتا جنريشن ايمج داتا جنريشن، عملت ري سكيل، عملت شير اندرسكور رينج، عملت زوم والهوريزونتال فليب، عرفتهم كلهم. بعدين عملت التست كمان مره، تست داتا الايمج داتا جنريشن. بعدين بقول تريننج سيت اللي هي هاي المهمه اللي انا بدي اشتغل عليها، يساوي تريننج اندرسكور تريننج جنريتر جنريشن اللي عملته هون دوت فلو فروم دايركتوري. انت بدك تاخذ كل الايمجز من هذا الدايركتوري، هذا هو الدايركتوري الموجود عندي مع هاي البارامترز الموجودين: تارجت سايز 64x64، الباتش سايز 32، كلاس مود باينري. بعدين تستنج داتا نفس الشيء، هاي الدايركتوري تبعه، عملت فلو فروم دايركتوري، هاي الدايركتوري اللي هو سب دايركتوري على الكرنت دايركتوري تبع الكرنت بايثون اللي انا شغال عليه، وعملت هذول البارامترز. الان بقول له كلاسيفاير دوت فيت جنريتر للتريننج سيت اللي اشتغلت عليها، هاي الستيب بير ايبوك الايبوكس، الفاليديشنز داتا يساوي تيست اندرسكور سيت، والفاليديشن اندرسكور ستيبس يساوي 2000. الان بختار من الكيراس دوت بروسيسنج الايمج عشان هسه انا بدي اعمل بريدكشن، بدي اعمل هلا بريدكشن للكود. عملت فيت ولا بدي اعمل بريدكشن، فقلت له الايمج دوت لود الايمج، هاي الايمج الموجود عندي، والايمج حولته ل ايمج تو اري للتست الايمج اللي بدي اشتغل عليه انا، هاي تست ايمج. بعدين حولته ل اكسباند دايمنشن، حولت الدايمنشن للايمج عشان يكونوا مرتبين بطريقة معينة. بعدين قلت له هون كلاسيفاير دوت بريدكت هذا الايمج، فهون بقول لي اذا كان الريزلت 0.0 يساوي 1 بكون دوك، else prediction بيساوي كات. الان بالطريقة هاي قدرت اني ابني الاركتكتشر تبعي عن طريق عملت هون اللايرز كلهم موجودين، عملت بريبريشن للايمج والفولدرز اللي انا بدي اشتغل عليهم للكاتس والدوكز، لان انا حاط في كل فولدر هون مجموعة صور. يعني هون مثلا حاط 1000 صورة للتريننج، وحاط هون حوالي بجوز 100 صوره للتستنج. فهذولا كلهم عباره عن صور الكاتس والدوكس الموجودين عندي، فيفولوا هذول الفولدرز الموجودين حتى انك تشتغل عليهم.
الآن خلينا نشوف الفولدرز وكيف أنا عملتهم بنيتهم. الآن هي الفولدرز اللي أنا اشتغلت عليهم. أول واحد اسمه dataset underscore slash training set. في فولدر اسمه كاتس، جوا الكاتس فيه هي كل الايمجز زي ما انتم شايفين، وفي عندي بالدوجز موجودين بالداتا سيت تريننج سيت دوجز، في فولدر اسمه دوجز موجودين كل الدوجز موجودين. هسه زي ما انتم شايفين الصور هو صور مختلفه تماما، في شيء معمول لها روتيشنز، في شيء صور من 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 اتجاهات مختلفة للكاتس والدوجز وديفرنت كاتس ودوجز. فهلا بنشوف كيف بده يعمل تريننج ويعمل ريكوجنيشن. هاي هون عمل تريننج لكل الاركتكتشر اللي انا بنيته، وهون انا عامل فولد اسمه داتا سيت سنجل بريدكشن اندر ذس، حطيت هاي صورة الدوج، فلما اشتغل طلع لي هون انه هاي عبارة عن دوج في الفولدر اللي هو اسمه single underscore prediction. زي ما انتم شايفين هذا برنامج متكامل قدر يميز الكاتس والدوجز عن طريق السي ان ان. هلا بنشوف مثال ثاني. الان هي مثال ثاني على التكست كلاسيفيكيشن. هلا التكست كلاسيفيكيشن كان يدوت بالسي ان ان؟ يس يو كان. السي ان ان هو اصلا وجد عشان بيوز الايمجز وعشان الفيجن الكمبيوتر فيجن، لكن يو كان ستيل دو تكست كلاسيفيكيشن لانه سي ان ان بوجد الهيكليه الاستراكشر تبع الانبوت داتا تبعتك، فستيل يو كان دو تكست كلاسيفيكيشن كمان عليه، which is this is the beauty of the سي ان ان. هلا هون عمل امبورت لللايبرز اللي بدي اشتغل عليهم، وهون في عندي 3 فايلز حاطه انا في ديكشنري بده يطول كل هالتكست الموجود، طبعا هذا موجود هون هذا الرابط راح احط لكم اياه على في الديسكربشن للفيديو. وهنا عمل فيتش وعمل ابند لكل الداتا الموجوده هون، حطهم في دي اف ليست. ف دي اف ليست ابندت كل الداتا الموجودين بهي الملفات. الان هون عمل سنتنس تريننج، سنتنسز تريننج والسنتنسز تيست والتريننج، عمل داتا لهم 0.25 للتست سايز للديتا الموجوده، للاوفر اول للديتا الموجوده عندي. بعدين عملت توكنايزر. توكنايزر طبعا عملت انا من الكراس امبورت له توكنايزر، حددت له قديش الماكسيمم ووردز او نمبر اوف ووردز 5000، وعمل فيت اون تكست للسنتنسز كلهم الموجودين بالتوكنايزر. وهون عمل الاكس تريننج داتا والتست الاكس تيست داتا، فحطيتهم في الاكس ترين والاكس تيست. الان عمل الان هون الباد سيكونسز للديتا اللي انا دخلتهم ويز ماكسيمم لينث، وهون انا ببني اللايرز. هاي اللايرز، اللايرز الان بسي ان ان حتى اتعامل مع التكست داتا بعمل اول لاير طبعا سيكونشال للموديل، واول لاير بعملها امبيدنج اللي هي لايرز دوت امبيدنج امبيدنج. فهون اول لاير اللي هي الامبيدنج حطيت الفوكاب سايز الامبيدنج دايمنشن والانبوت ماكسيمم لينث، وهون دخلت فيه الكونفوليوشنال 1 لاير 1 دي 1 دايمنشن، مش ال 2 دي اللي قبل شوي للايمج، استعملت هنا الكونفوليوشن 1 تي 1 دي، ودخلت فيه كل الاشياء اللي بديها انا من فلترز من سايز من اخره. بعدين جلوبال ماكس بولينج عملت هنا جلوبال ماكس بولينج فيرست دي، بعدين هنا عملت الدنس والدنس اللي هم الفولي كونكتد، وحطيت الاوبتمايزر وعملت برنت للسمري موديل، وهنا عملت فيت للموديل زي ما انتم شايفين الفيت للاكس ترين وواي ترين، النمبر اوف ايبوكس الفيربوس وكل الايتمز الثانيين. بعدين هنا خليته يبدي يطبع لي اسا الاكيورسي الاكيورسي فورمات وتستنج اكيورسي. فهلا بنشوف احنا كيف راح يطلع النتيجه، بس خلينا نركز على انه كيف ابني سي ان ان لايرز ب حتى اتعامل مع التكست كلاسيفيكيشن. بنيت الامبيدنج الكونفوليوشنال فيرست 1 دي، بعدين جلوبال ماكس بولينج 1 دي، بعدين 2 دينس حطيت فيهم عندي 10 نودز اشتغل فيهم، وعندي الاوتبوت نود. فهي الاركتكتشر تبع السي ان ان اللي بدي اشتغل عليه حتى اعالج التكست كلاسيفيكيشن. هي الاوتبوت، هي التكست فايلز اللي انا دخلتهم قبل شويه في البرنامج، وهي الايتمز كلهم الموجودين عندي.
فبتشوفوا تريننج اكيوريسي كان 100% والتستنج اكيوريسي كان 0.78 which is fine which is acceptable. لاحظوا اذا بكون عندك الاكيوريسي 100% وتاخذوا very bad test accuracy بصير عندك overfitting. فبالoverfitting حتى تتجنبوا هاي بتكون تتعاملوا مع drop out layer. drop layer او drop out layer هاي اذا بتستعملوها بتقللوا الoverfitting اللي ممكن تصير معكم. انا هيك بكون خلصت بشكل عام شرح السي ان ان، ارجو انكم تكونوا استفدتوا ولو الشيء البسيط، والقاكم ان شاء الله في درس قادم نتكلم على الار ان ان واللونج شورت تيرم ميموري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.